مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة وجدة. كانت تواجدوا عند أشهر مصمم يعني بالمدينة، كذلك بالمنطقة الشرقية وحتى في المغرب تبارك الله، سينا بلموط. اليوم اللي استقبلناه في المنزل ديالو، يعني احتفالات السنة الأمازيغية. كنتمنى لكم سنة أمازيغية سعيدة إن شاء الله، بالصحة والعافية وطول العمر، وجميع الأمازيغ المغاربة كما كتشوفوا، يعني طاولة يعني فيها الفواكه الجافة، يعني هذه حنا كنسميوها في مدينة وجدة الناير، يعني من العادات ديال المدينة كما كتشوفوا، من العادات ديال المدينة الناس هنايا حنا كنقولوا للناير، يعني الوجدة كل سنة خصهم يحتفلوا بالسنة الأمازيغية أو السنة الفلاحية كما كتشوفوا، يعني العصير، يعني حتى لي زاكسيسوار اللي عندهم هنايا في المنزل دي زاكسيسوار يعني ديال الأمازيغ كما كتشوفوا، يعني من التراث الأمازيغي كما كنقولوا حنايا، يعني حتى إذا غادي نلتحقوا بالسينابيل باش ندردشوا معاه شويه ان شاء الله. السينابيل اول حاجه مرحبا بينا عندك. مرحبا. السينابيل بغيناك تكلم لنا شويه على هاد العدد ديال الناير هنايا في مدينه وجده. السلام عليكم، مساء النور لقناه شوف تي في وكاع المتتبعين ديال شوف تي في، واسقاسي مباركين لكاع الامازيغ من طنجة للقويرة وامازيغ العالم بدون استثناء. كيف ما تتعرفوا هاد السنة الامازيغية كما تنقولوا حنا او السنة يعني هي تتسمى بحال السنة الفلاحية، ولكن واحد من النقطة اللي بغيت نشير ليها هي المدينة ديال وجدة معروفة بهاد تنحتفلوا بالناير، يعني كيف ما قلنا حنا راه دزتو لقيتو التهراس، يعني النشاط داك التهراس ديال اللوز والقرقاع والقوقاو، ويعني تتجمع وسطع الجيران ندقوا عليهم. ولكن للاسف مع هاد كوفيد 19 يعني ما تتكون العائله مجموعه، ولكن حنا كما تتشوف دابا راه كاين التباعد، يعني كل واحد يعني تيحتفل في المحل ديال في البيت ديالو مع الوليدات ديالو، ما هي في الحقيقة تتجمع العائلة الكبيرة كاملة هذه هي وجدة معروفة بهذه المسألة هذه. فهمت. بالنسبة لسينابيل يعني التحضيرات قبل ما تهراس والصداع الجيران، وهو في الحقيقة يعني واش كتحضروا مثلا بثلاث أيام قبل في نص النهار ولا؟ هي في الحقيقة تتحضر لها من قبل، يعني كيف ما تيقرب كما تنقولوا راس العام صافي تتبدا التحضيرات ديال السنه يعني الامازيغيه او الناير، يعني تتمشي للسوق تتقدى، يعني كل خطره تجيب حاجه خص هذه باش تتوجه لهذا النهار الكبير اللي هو احتفال اللي هو تيتجمع الواحد مع العائله كما قلنا، يعني تيكون واحد 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 البروغرام يعني كسائر الاعياد. فهمت، يعني بروغرام، يعني وبالنسبه لحنا كنعرفوا بلي كيجي تزامنا يعني 12 و13 يناير، هاد اليومين كيحتفلوا بها الامازيغ، كيجي تزامنا مع راس السنه الميلاديه. واش نتوما كتحتفلوا براس السنه الميلاديه ولا حتى ولا بهم الزوج؟ في الحقيقة تنحتفلوا بهم الجوع للزوج، لأن دابا حنا منين كبرنا وحنا تنحتفلوا بهم بجوج بهم، وتنحتفلوا حتى بالسنة يعني الميلادية حتى هي السنة الهجرية الهجرية حتى هي تنحتفلوا بها سيد الميلاد، عاوتاني راه عنده واحد الطابع خاص ديالو. فهمت، تبارك الله عليك. سينابيل بغيت نتكلم لك شوية، هنا شفت مجموعة ديال الاكسسوار يعني ديال الامازيغ، يعني واش انت من الناس المولوعين بجمع يعني كل ما هو التراث امازيغي؟ هي في واحد الحقيقه واحد يعني راك عارف الفنان تيكون عنده واحد تكون عنده واحد الحس. انا من بين يعني المسائل اللي تنحبها وتنعشقها هي هاد لي زاكسسوارات الامازيغيه، لا انا ولا الزوجه ديالي،
وبحكم المهنة ديالي كمصمم أزياء يعني، والحمد لله يعني مصمم ديال المشاهير وديال هذا، تيخصك تبدع يعني. كيف ما تتعرفوا تنبدع في يعني في اللمسة يعني القفطان المغربي، تنحاول ندخل عليه ديك اللمسة الوجدية، كذلك تنبغي ندخل عليه ديك اللمسة الأمازيغية. وهنا تنبغي نشوف يعني في المنزل ديالي دوك اللمسات الامازيغيه اللي هما اكثر من رائع يعني، هما يعني هما من التراث المغربي ديالنا يعني، خصنا نحافظوا عليهم. هذا هو علاش تتشوف بعد فهمتي في لي زاكسسوار اللي انا سولتكم في الاول، كاين الناس اللي ما التحقوش بنا يعني، التحقوا عاد تقدروا كي يساليوا اللايف مع السي نبيل ترجعوا تشوفوا يعني عندهم صراحة هنا بحال شي، عندهم هنايا صراحة بحال شي متحف. سي نبيل واش انت يعني عارف شنو هو يعني التاريخ ديال القصة ديال هذه السنة الأمازيغية يعني تاريخيا، يعني ابار عندها الدلاله ديال السنه الفلاحيه ومحصول الفلاحي وداك الشيء. يعني غادي نعطيك واحد يعني واحد لمحه بسيطه على هذه السنه الامازيغيه. هو قادما يحكى وفي التاريخ واحد الملك امازيغي كان يعني قاد يعني خدا حرب على واحد رمسيس الثاني اللي هو الفرعون الثالث، في رمسيس الثالث الثالث اللي هو فرعون ديال مصر، وانتصر عليه. ويعني وهذاك الملك الامازيغي ولا هو الفرعون ديال مصر لواحد المده. وهو هذاك الملك بهذاك الانتصار اللي انتصروا على هذاك رمسيس الثالث، قرر باش تكون احتفال بالسنه الامازيغيه، ومن ثم بقات هاد يعني عندها واحد سنين سنين يعني هذاك النهار ديال الانتظار الانتصار بقى متوقع عند الامازيغيين، عند الامازيغيين عند امازيغ العالم يعني كما تنقول. فهمت يعني حيت حنا كنعرفوا ديما هذيك يعني الفراعنه كانت عندهم واحد القوه، وكان ديما هذه يعني عند المؤرخين. سي نبيل واش نتايا واش من المصممين اللي كتعتمد في الازياء ديالك على هذيك اللمسه الامازيغيه؟ اكيد تنعتمد على اللمسه الامازيغيه بزاف. وكاين حاجه واحده اخرى، تيجي عندك زبون او زبونه تيبغي واحد اللمسه في مثلا في قفطان او في لبسه او في جلابه، وتنخدموهم. ومن هنايا تذكرت واحد يعني هذه واحد السنين كنا تنخدموا واحد كما تنقولوا واحد الموديل بواحد يعني بدوك لي زاكسيسوارات ديال الامازيغ، ولقى واحد الاقبال اللي هو كبير. وكيف ما قلت يعني اللمسه الامازيغيه تدخل في بزاف الحوايج، تدخل في الخدمه ديال المعلم، تدخل في الطرز، تدخل في البرشمان، تدخل في بزاف ديال الحوايج، واللي هما تيزيدوا واحد الجماليه لللباس المغربي الاصيل اللي هو القفطان او اللبسه او الجلابه. واللباس اللباس يعني الامازيغي الاصيل راه لوحه فنيه، لوحة فنية زعما، بدون يعني اللباس الأمازيغي راه شي حاجة اللي هي لا يعلى عليها. سي نبيل ما كنتش تلقى صعوبة باش تلقى هذوك لي زاكسيسوار ولا كانت عندك دي كونتاكت مع الناس اللي كي يعني صناع تقليديين؟ حنا بالحكم ديال الخدمة ديالنا وتنسافروا بزاف، تدخل البازارات، تشوف مثلا في مراكش، في فاس، في فورزازات، تتلقى شي حاجه اللي تثير لك الانتباه ديالك، وتتاخذها وتتوظفها في يعني في اللباس. يعني تتبان لك يعني بمجرد ما تشوفها تتبان لك فين هاد التحفه، فين غادي توظفها. والحمد لله ربي تيوفقنا في هاد الشيء هذا. تبارك الله. سي نبيل ما فكرتوش انهم حنا كنعرفوا انتم انت يا ومدام فتيحه زوجة ديالك اللي كنحيوها من هذا المنبر، يعني الجمعيه ديالكم يعني جمعيه الوان الشرق اللي كتنظم المهرجان ديال الموضه اناقه والابداع، اللي تبارك الله خدا واحد الصيت عربي وان شاء الله يكون عالمي. سي نبيل ما فكرتوش انكم تكون شي دوره فيها هذيك اللمسه امازيغيه، لا في الازياء ولا في البروغرام في البرنامج الفني، يعني حتى الفرق فنيه ولا فنان امازيغي حضر ولا؟ هي كيف ما تتعرفوا يعني المهرجان ديالنا كان غادي تكون عنده الدوره الرابعه يعني في 2020، ولكن للاسف يعني مع هذا الكوفيد 19 وهذا يعني كيف ما تتعرفوا كاع المهرجانات تاجلوا. من بين المسائل اللي كنا حنا نحضروا لها الدوره الرابعه، وراك عارف الدوره الرابعه كنا يعني باغيينها تكون يعني من نجاح لنجاح، الحمد لله الدورات كاملين كانوا الحمد لله لقوا نجاح.
وكاع الدورات كان عندهم واحد الموضوع اللي تيشتغلوا عليه المصممين او الفنانين، والدورة هذه كان من المقرر ان تكون بلمسة امازيغية. يعني كل مصمم كان غادي يشارك معنا في هذه الدورة هذه غادي يكون عنده في كل قطعة تكون فيها واحد اللمسة امازيغية. واكيد كنا تنفكروا باش نحضروا واحد الفنان فهمتها. امازيغي او يعني اذا واحد كانت مثلا عنده 10 تاع اللبسات، كل لبسه تفرضوا عليه انه ضروري. تكون امازيغية. وبالنسبة للجانب الفني كنا تنفكروا يا اما تكون واحد الفرقة فولكلورية امازيغية او فنان امازيغي يكون يتكرم في المهرجان ديال الاناقة والابداع. تبارك الله. سي نبيل، انتم بالنسبه للظروف ديال الجائحه، واش سي نبيل خلاته يدير ابداعات ويفكر انه يخدم الجديد، ولا سي نبيل حيت كنعرفوا لا كريز وكنعرفوا مجموعه ديال كنتو سديتو هذه، ولا يعني تكون سونتريت مع العائله ديالك ومع احنا كنعرفوا مجموعه نتاع الناس لا مصممين ولا اصحاب شركات كي وقفت خطره وحده الخدمه، الناس عندها دي زونكاجمون دي كريدي عندها، يعني انت يا الحاله اللي تحطت فيها كي دايره. صراحه انا نقول لك، انا نكون صارح معك، ما غاديش تقدر تفكر في شي حاجه وفي شي ابداع وفي ظل هاد الجائحه وفي هاد وفي هاد الاكراهات. راه انسان تتبقى تفكر باش تخلص الضوء، باش تخلص الماء، باش تخلص الكرا، واحد الاكراهات كبار وبزاف، وعندك مسؤولية ديال الصنايعية اللي خدامين معاك، عندك كي غادي دير، ما بالك بالإنسان تقريبا هذه سنة ما اشتغلناش، فهمتنا سي طارق، هذه سنة ما اشتغلناش، ما تقدرش باش زعما باش تفكر باش تبدع. باش شنو هو اللي تيخليك تبدع؟ حنا اللي غادي نهضروا تنسمع باش تيهضروا على على الممولين، الحفلات، الفنانين، حنا رحنا تابعين لهاد الشريحه هذه، حنا الناس اللي كمصممين ازياء، حنايا الخدمه ديالنا تابعه للافراح، وكل شيء الحمد لله الا بغينا نهضروا كل شيء داير على الافراح، باش تيكونوا اعراس، تيكونوا اسبوع، تيكونوا ناس غاديين للحج، تيكونوا غاديين ناس العمره، تيحتاجوا جلالب، تيحتاجوا قفاطين، تيكونوا مهرجانات، تلبسوا فنانين. هاد الفنان ما عندوش مهرجان، اش غادي يدير بهاد؟ وتتعرفوا الا بغينا نرجعوا للفنان، الفنان راه تيقدر تيلبس واحد الحاجه خطره وحده وما غاديش يولي ماشي يولي بصوار. خصك تنخدموا حتى مع فنان، انا كتمشيو بهذيك تاع الديمودات. ديمودات، ما غاديش يقدر يبان بها حاجه خطره وحده اخرى. وهنايا حنا تضرينا بزاف، من القطاعات اللي هما تضرينا بجد هو هاد الصناعه، في القطاع ديال الصناعه التقليديه وفي الخياطه بالخصوص، تضرينا بزاف. ولكن انت متفائلين ان شاء الله خير، ومتفائلين ان شاء الله في هاد باش غادي يدوز هاد ان شاء الله يدوز هاد التلقيح على خير وبخير، ونرجعوا ان شاء الله لسميتو لايامنا العاديه والافراح، ونبدعوا ان شاء الله، والحمد لله القادم افضل باذن الله. هذا هو اللي نقدر نقول. حنا سي نبيل، من المساوئ ديال كورونا انه بعض المرات كي كان الناس ما كتهتمش بالقطاع ديال العراسات والفنانه، وكيقول لك راه مثلا الفنانه راهم واقفين ما خدامينش وهذه، ولكن نساو بلي انه ذاك القطاع ديال الاعراس والحفلات بلي انه مرتبط بمجموعه ديال القطاعات. مثلا الى الناس ما كانوش الاعراس ما غاديش تلبس لباس تقليدي والتكشيطه والقفطان والجلابه وهذه، وغادي نتوما تضروا وراكم واقفين عليها دابا. غادي شكون اللي غادي صوفي؟ لا جا العيد الكبير ولا الصغير اللي غادي يجلي لبات ولا بالنسبه لاصحاب الدجاج اللحم هذه، هذا القطاع تاع الحفلات عندهم مجموعه ديال واحد الخيوط اللي خارجه ديال مجموعه ديال القطاعات، اللي كما كنقولوا حنايا. وانت يا سي نبيل، واش الوزاره ديال الصناعه والتجاره وهذا الشيء ديال القطاع اللي تابعينه نتوما، واش دار شي اجراءات اللي مثلا تعويضات ولا شي تحفيزات باش انها تشجعكم باش انهم دوزوا من هذا الضرر ديال الجائحه، ولا ما كانت شي حاجه؟ للاسف سي طارق ما كاين والو من هذا الشيء، ما كاين حتى شي حاجه من هذا الشيء. حنا تضرينا لواحد الدرجه ما تيعقلش عليك لا مول الكرة
ما تعقلش عليك كما تنقولوا الضو، ما تعقلش عليك التليفون، ما تعقلش عليك المدرسه، ما حتى حاجه ما تت... يعني اي حاجه خصك. يعني كاين واحد الناس الا بغيت نهضر عليها بحال هاد الناس هادو، يعني هما ما عندهمش جائحه، ما عندهمش كوفيد 19، ما عندهم حتى شي حاجه. يعني التليفون ما خصوش حتى يتقطع لك، التليفون كذلك، الضو كذلك، الماء كذلك، الكرا كذلك. انا غادي نقول لك واحد، كاين ناس مساكن انا تنعرفهم شخصيا اللي بلعوا المحلات ديالهم وبزاف ديال القطاعات، ولكن تنهضر على بعض الاصدقاء اللي تنعرفهم لا في المدينه دوجده ولا خارج المدينه دوجده اللي الناس بلعت. ولكن للاسف هاد الصانع التقليدي ما كاينش اللي تيهضر عليه، ما كاينش اللي ما تجبدش. يعني الا بغينا نرجعوا حتى لذاك الدعم اللي داروه ديال داك 800 درهم و1000 درهم و1200 درهم، تنعرفوا ناس اللي ما مستحقينهاش داوها، وتنعرفوا ناس اللي مستحقين بجد ما داوش. يعني كانت واحد واحد وهنا انا تن راه هاد الصناعه التقليديه وهاد اللباس التقليدي المغربي مشكلة. هذا هو مساوئ ديال القطاعات الغير مهيكلة. غير مهيكلة هاد المسألة هذه أنا تنشد بها واحد تنشد بها سيدنا الله ينصره، اللي هو اللي عطى واحد، يعني عطى الجهد ديالو في كل شيء. الله ينصره ويحفظه لنا ويشافيه ربي. يعني تنشوفوه في الجلابات، تنشوفوها بواحد الألوان اللي ما كانش تتلبس، تنشوفوه في يعني في المحافل الدولية ديما حاضر باللباس التقليدي، لا هو ولا الأسرة الملكية الشريفة. حنا تنتمناو منه هو يعطف على هاد الشريحة هذه، ويشوف فيها بعين الرحمة، وهاد المسؤولين هادو يشوفوا من جهة ديال هاد الصانع التقليدي اللي هو مضرور. حنا رحنا مضرورين بجد، مضرورين بجد. يعني هاد الصانع شنو عنده اللي جلس تقريبا هادي عام، يعني من شهر ثلاثة وحنايا جالسين، شنو؟ انت نقول لك كاين الناس اللي سدوا. وهذا الصانع التقليدي الا بغينا نهضروا على هذا القطاع، راه عنده بزاف الناس خدامين معاه، اللي تيخدم السفيفه، واللي تيخدم العقاد، واللي تيبيع السقلي، واللي تيطرز، واللي تتلقى واحد مثلا واحد البياسه وحده راه فيها 10 الناس تيخدموا ولا اكثر. يعني هاد الناس حتى شي واحد ما فكر فيهم او لا نهضر عليهم. بحال كاين بحال الفنان قطاع الاعراس، بحال قطاع فرقه فنان كنا كنشوف غير مغني، ولكن المغني موراه فرقه موسيقيه، موراه فرقه موسيقيه، موراه تقني ديال لي سون، موراه مول ترونسبور، موراه فين كيحط الماتيريال، تلقى ديال التدريب، كاميرا مان، بزاف ديال يعني. حنا شوف سي طريق باختصار، سبحان الله العظيم، العجله الكبيره دايره على الـ على الـ على الـ على, الـ على الافراح، دايره على الافراح. يعني على حنا ديما تنبقاو نخدموا كاع، تيكون تيدوز العام، تتكون غادي شويه شويه، كي تجي داك شهر 4 تيبقى الناس تتوجد للعراسات، تتوجد للحفلات. يعني هذيك هي العجله ديال اللي تدور. يعني الا بغيت نهضر على الصانع التقليدي، والصانع التقليدي ما نساوش باللي الصانع التقليدي راه تيدور الاقتصاد المغربي لواحد الدرجه ما تصورش. راه واحد العدد كبير ديال الاسر اللي ما عايشينش بالوظيفه، عايشين بالصناعه التقليديه. لان اللي غادي نشوفوا في مثلا في المجال ديالنا حنا كديال ديال المجال الخياطه التقليديه، غادي تلقى واحد الصانع مسكين راه عنده عائله شحال فيها، مثلا تلقى واحد الحانوت بسيط راه محلول، ولكن ذاك الحانوت راه عنده واحد العشرات العائلات ولا 15 اللي ولا اكثر مخدمهم. يعني هذا راه هاز واحد العيب على الدوله. يعني ما تفكر لا في، يعني هو تيفكر في الدواء ديالو، تيفكر في المرض ديالو، تيفكر في كل شيء ديالو. ولكن دابا هذا زعما للاسف زعما علاش نساونا بحال هالطريقه هذه؟ حتى شي واحد ما فكر فيها. مفكرتوش ديروا النقابه ديالكم؟ واش غادي نقول لك؟ دابا للاسف حنا هاد كما قلنا هاد القطاعات الغير مهيكله مشكله فيها. يعني دابا حنا شفنا واحد دوكيومنتير، شفت ديك الاسماء فيدراليا اكس، هي دابا كما كتواصل تفاوض مع الـ مع الـ مع الـ مع رئيس الحكومه باسم الجميع، باسم الفنانه وباسم السربه وباسم التريتور وباسم الصناع. كنظن انه لا يعقل انه خص كل قطاع يكون عنده الناس اللي يدافعوا عليه واللي يهضروا عليه. ما يمكنش وحده، ما يمكنش انا مع كامل احتراماتي، ما يمكنش انا فنان مثلا والتريتور غادي يمشي يهضر عليا. انا فنان، كان نقابه، وكاين النقابة عندها تاريخ، فيها فنانة كبار اللي يهضروا عليهم، وعندنا حنايا
هنا قطع غير مهيكل، وهم واحد القطع اللي مهيكل، عندهم شركات، عندهم مجموعه تاع الامور كتدخل واحد التدخل وكيوقع فيها حتى هذيك يعني الامتيازات لواحد الاشخاص، واحد الاشخاص اللي ما مهيكلينش. يعني شنو النظر ديالك انت في هذا الشيء هذا؟ ما كرهناش، ولكن تنرجعوا يعني ما ربما تنشوف يعني هاد الازمه اللي حنا مرينا منها، حتى واحد ما عمره ما كان تيتساين باش غادي يدوز من هاد الازمه هذه. لان غادي نقول لك واحد النقطه عاوتاني واحده اخرى سي طارق، هو ان الصانع التقليدي الا قليل، يعني اليوم راه خدام معاك، غدا تيخدم مع واحد اخر، اولا في نفس الوقت خدام معاك وخدام مع جوج ديال الناس، يعني هذا كاين. ولكن هنا تنتمنى هاد الناس اللي هما مسؤولين على هاد القطاع هذا، يعني كما تنقولوا يستافدوا من هاد الجائحه هذه، وينوضوا يهيكلوا لنا القطاع ويقادوا لنا ويصوبوا لنا المسائل وحنا مستعدين. هذا هو اللي تنتمنى على ربي باش تكون هذا، وتكون هاد البادره هذه ما كرهناهاش ان شاء الله. سي نبيل في اخر المطاف، بمناسبه السنه الامازيغيه، يعني شنو تبغي تقول الامازيغ المغاربه والعرب المغاربه كذلك؟ لان كلشي كنشاركوا تراث واحد ودم واحد وتحت رايه وحده بالقياده الرشيده تاع صاحب الجلاله الملك محمد السادس ناصر. والله شنو تنتمنى سنه سعيده للجميع الامازيغ ديال العالم داخل المغرب وخارجه، وكذلك تنتمنى سنه سعيده للجميع المغاربه بالخصوص داخل المغرب ومغاربه العالم والبشرية جمعاء. أنا تنتمنى سنة سعيدة لا 2021 ولا السنة الأمازيغية، تنتمنها إن شاء الله باش تكون فاتحة خير على الأمة الإسلامية والبشرية جمعاء، يعني بدون تميز. ونتمنى ربي باش إن شاء الله يهز علينا هاد الوباء وعلى الجميع إن شاء الله، على جميع البشرية، ونرجع ان شاء الله للايام ديالنا الطبيعيه ان شاء الله، ونرجعوا للمهرجانات والافراح. هذا هو ان شاء الله اللي نبغيو. وشكرا جزيلا لشوف طريف، وشكرا سي طريق وللطاقم التقني ديالكم، و نتلاقاو في فرصه اخرى ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، ان شاء الله. الله يحفظك. اذا مشاهدي شوف تي في، كنا مع سي نبيل موت اشهر المصممين يعني بمدينه وجده وفي المغرب ومنطقه الشرقيه، يعني اللي اشتغل مع بزاف تاع الفنانين اللي معروفين، مصمم المشاهير. كنشكروا على الاستقبال ديالو. الطابله باقيه محطوطه، هيا اللي ما شافش كما كتشوفوها، يعني الفواكه اللي جاها، يعني احتفالات، يعني الناير وليدات وجده وناس تاع وجده كيحتفلوا، هذه في العادات والتقاليد. اذا خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم، إلى لقاء آخر في بث مباشر.